اهلا بكم مشاهدينا الكرام. على مدار 3 أيام متتاليه واكثر من 10 جلسات تواصل وزاره العدل تقديم المؤتمر الاقليمي الاول للتوجهات القضائيه الحديثه في مجال حقوق الملكيه الفكريه، واللي انطلقت فعالياته برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقوم بتنظيمه وزاره العدل مع شركائها الدوليين والمحليين. يمكن ابرز الشركاء كانت المنظمه العالميه للملكيه الفكريه الوايبو، وكذلك عدد كبير من الوزراء في الحكومة المصرية وسفراء لعدد كبير من الدول سواء العربية أو من الدول الغربية. للمزيد عن الحديث حول هذا المؤتمر المهم، يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء وسيادة المستشار وديع حنا ناشد رئيس الأمانة الفنية لوزير العدل. سيادة المستشار، بنرحب بسيادتك معنا. أهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية كلمنا عن التنظيم الأكثر من رائع اللي شهدناه على مدار جلسات والجلسة الافتتاحية وجلسات اليوم الأول لهذا المؤتمر المهم. وحقيقة احنا من عند لهذا المؤتمر بالتعاون مع شركائنا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو منذ أكثر من 4 أشهر. احنا أخذنا القرار أن يبقى في أول مؤتمر إقليمي، وهذا المؤتمر الإقليمي هو مؤتمر في الأساس ومؤتمر عربي، بالإضافة إلى ينضم بعض الخبراء الدوليين من حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي هو كان المؤتمر الإقليمي الأول. حقيقة كان الهدف من المؤتمر أن احنا نستعرض مع السادة القضاة والسادة أصحاب الحقوق والسادة المشرعين والسادة المحامين ما هي التحديات التي تواجه الملكية الفكرية أو حماية حقوق الملكية الفكرية في الوقت الراهن. حقيقة بمجرد ما احنا يعني تمينا الاستعداد الجيد للمؤتمر، وسيادة الرئيس فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه أن يكون هذا المؤتمر تحت رعاية فخامته، ومن ثم كان العمل الجاد حتى يخرج المؤتمر بما يليق باسم مصر. وبدأنا فورا الاستعداد لهذا المؤتمر الهام. تم وضع أجندة واضحة من خلال عدد من المحاور النقاشية، كنا عارفين احنا يعني بنستهدف ايه من هذا المؤتمر، الوقوف على التحديات التي تواجه الحمايه القضائيه للملكيه الفكريه في ضوء التطور السريع التكنولوجي. احنا لو نعرف ان النهارده الحمايه القضائيه للملكيه الفكريه ليست فقط بقت في البيئه التقليديه، عندنا اغلب التعدي على حقوق الملكيه الفكريه حاليا هو تعدي تقني وتعدي على منصات التواصل الاجتماعي وتعدي على البلاتفورم الموجوده على الفضاء السيبراني. وده الشكل الاصعب يا فندم. ده الشكل الاصعب لانه حقيقه بينتج عنه مشكلات قضائيه، يعني اذا ما كان قد هناك تعدي على حق من حقوق الملكيه الفكريه في دولة، على حق يمتلكه شخص في دولة أخرى، فالاختصاص القضائي هيبقى لمين؟ هل هو اختصاص القضائي للدولة التي تم الاعتداء فيها، أم الدولة التي يحمل جنسيتها المواطن الذي تم الاعتداء على حقه؟ هناك ايضا استخدامات الذكاء الاصطناعي الاي اي، احنا وجدنا ان في بعض الدول اصبح يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعدي على حقوق الملكيه الفكريه، الروبوت اللي بيبقى هو اصلا بينتج عنه المصنف الادبي او المصنف الفني، هذا المصنف عندما يتم الاعتداء فيه على مصنفه، هنا التعويض هيروح لمين؟ وهناك ايضا العديد من المشكلات حقيقه التقنيه الخاصه بالتعدي على حقوق الملكيه الفكريه. ومن ثم كان توجيه معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل ان يكون هذا المؤتمر واضح الاهداف، وكانت اهم هذه الاهداف هو ان نقف نحن والقضاه العرب، نحن واصحاب الحقوق اصحاب الحقوق الملكيه الفكريه في الوطن العربي، لان مشكلتنا واحده وبالبيئة نفسها واحدة، ومن ثم كانت التحديات واحدة، وعشان كده احنا حطينا اهداف معينة تم دراستها بشكل جيد من خلال 11 جلسة نقاشية بدأنا نستمع فيها في اليوم الى الجلسة الخاصة بالجلسة الوزارية، وانا اظن حضراتكم تواجدتم في هذه الجلسة الشيقة التي كان فيها 6 من وزراء الحكومة المصرية، معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل، معالي الدكتور وزير الاتصالات، معالي الدكتور وزير التموين والتجارة، معالي الدكتور وزير الزراعة، ومعالي الدكتور وزير التعليم العالي، بالإضافة أيضا إلى المداخلة الجيدة الرائعة التي قام بها نائب مدير عام المنظمة. هذه الجلسة الاستهلالية أو الجلسة الافتتاحية حقيقة وضحت أهداف المؤتمر، وخلصنا فيه إلى أن احنا حطينا طريق هنمشي فيه في ال 11 جلسة نقاشية الأخرى. بدأنا في الجلسة الأولى
حبينا نوضح لجمهور المستمعين في قاعة المؤتمر أهمية الملكية الفكرية لجذب الاستثمار. حقيقة الملكية الفكرية ما أصبحتش النهاردة حقوق تحمى فقط، ولكنها أيضا أصبحت حقوق تحمى في إطار اقتصادي يجذب المزيد من الاستثمارات، لأنه لا يوجد مستثمر هيجي بلد أو هيجي منطقة وهو يعلم أن حق الملكية الفكرية الخاص به والخاص بمنشأته، علامته التجارية، حق النهاو بتاع الاختراع بتاعه، حق المؤلف بتاعه، هو مش هيجي البلد إلا لو كان يعلم أنه هيجد لكل هذه العناصر حماية، هيجد لكل هذه العناصر قضاء سريع ناجز يقدر يحمي هذه المقدرات الخاصة به. يمكن ده كان الهدف الأهم والأبرز خلال فعاليات المؤتمر، وهو الانعكاس على النواحي التجارية والاقتصادية. حقيقة هو طبعا ده يعني جانب هام جدا من جانب المؤتمر، ولكننا برضو عايزين نأكد أنه الجانب الاقتصادي هو جانب مهم، وهذا الجانب هو كان من ضمن الأهداف الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي وجه بإطلاقها فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وبالفعل أطلقت في 21 سبتمبر 2022، أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء. وهذا الجانب الهام حقيقة هو أصبح عنصر من أهم العناصر اللي بتشكل تحدي لدى الدول أنها تحمي الملكية الفكرية لجذب الاستثمار وتنمية اقتصادية. ولكن هناك أيضا جوانب أخرى، هناك جوانب أخلاقية للملكية الفكرية. الجوانب الأخلاقية للملكية الفكرية دي إحنا يعني نقول دايما إحنا الأولى بيها في المنطقة العربية، لأن إحنا دايما بنهتم أن إحنا لا نجور على حق آخر. سيادة المستشار ودي حنا ناشد رئيس الأمانة الفنية لوزير العدل، شكرا جزيلا لحضرتك.